وزوجة وأم، دي نقطة مهمة لازم هنتكلم فيها برضو، فده بالنسبة لي إنجاز، إنجاز كبير أكيد جدا. طبعا. بصي، زوجة وأم، أنا معايا زوج الحمد لله، الحمد ما لله شاء هو الله في ظهري، ما شاء الله وهو شايف إن أنتي عايزة تنجحي في ما حاجة شاء الله وعندك إصرار، أنا معاكي ما شاء انجحي. الله ما شاء نجاحك الله من، دايما يقولي نجاحك من نجاحي، ما شاء الله يعني هو الكلمة دايما لما بيقولها لي بحس إن هو، طب انجح أكتر فأنا هنجح ما أكتر، شاء الله، ربنا فالحمد يخليكم لله لبعض، الله يا أكبر رب ما شاء لهم. الله. دلوقتي أنا لو بتفرج عليكي وشايف منى توفيق بتتكلم عن إنجازات، بتتكلم عن حلول بتقدمها للمجتمع مش لشباب، لمجتمع كامل، وعايزة أكلمك وأخد منك نصيحة، أي حد هيتواصل معاكي على البيج تقدري تنصحي وتقدمي النصيحة كاملة ليه وتساعديه؟ بصي، انا بيكلموني فعلا، انا شايفه لو انا ما قلتش النصيحه وحد مجتهد هيوصل، أكيد صح فوقتها لو هو وصل، مش يعني انا مش هقدر، لو انا عايزه استفيد منه مش هستفيد منه، فاحنا في الاخر بنفيد بعض. ممكن كتير الكونسبت ده عنده، لا انا اللي ليا ليا ودي حاجتي انا، لا خالص. انا شايفه ان بقول علشان انا في طريقي، وانا مركزه في شغلي ومركزه في ان انا اكون انفلونسر، عايزه تفيد الناس وعايزه تكون حاجه ايجابيه، فما عنديش اي مشكله خالص. واللي بيكلموني عارفين ده كويس، ان لا اعملي ده وهيقابلك مشاكل كذا وحليها كذا وهيقابلك حاجات حلوه كذا كملي فيها. انا في الاول كنت بسال ناس، كنت بلاقي ابعدي عن المجال ده خالص، الرد كده ابعدي، اوعي تفكري، اوعي خلاص يعني ايوه ده، ايوه فاللي هو فكر، طب انت مكمله فيه ليه لما اوعى افكر ايه الفكره. فلما دخلت فيه والحمد لله بدات فيه، لا طبعا بقول انت ايه عارفه الحلو يا منى، والوحش. علشان كده دايما انا بقول الانفلونسر ده مش اي حد نقول عليه انفلونسر، مش اي حد، برضو كلمه بلوجر انا دايما اقول لك انت بلوجر مفيد، انفلونسر فعلا بمعنى الحمد كلمه، لله كل ما تحمله معنى الكلمه تقدري تفيدي اللي حواليكي، تقدري تفيدي الناس، واكيد اكيد زوجك فخور بيكي، الحمد اولادك لله الصغننين دول فخورين بيكي من دلوقتي، هم كبروا وهيبقوا فخورين بيكي اكتر. الحمد لله انا مبسوطه منك جدا يا منى، خطفتك كده في عز زنقه السفر والزحمه انا عارفه، بشكرك على وقتك معايا، تسلمي لي بشكرك على يعني استجابتك للدعوه انك تنورينا في برنامج تسلمي سر لي الحكايه، نموذج ناجح للست المصريه والمراه العربيه اللي في اي مكان بتحطيها بتسد، في اي مكان تقدر واقفه كده واقفه ب 100 راجل وفي نفس الوقت الحمد لله محافظه على كيانها وضعها كست وكمراه. الحمد لله. أنا مبسوطة إن أنا قابلتك بعد السنة دي الحمد لله، ان شاء الله وحقيقي يعني بشكرك على اللقاء الخفيف حبيبتي الجميل، إن شاء الله حبيبتي يكون خفيف على اللي بيسمعوا بإذن اكيد، الله ده إن شاء من الله. هيطلبوا مني تاني، واحنا عايزين منى وتشوفي بقى هيعملوا معاكي ايه على الرسائل. يلا أنا معاكم، نأجل السفر.